مو سباق، مو سباق الصراحة. على مالك شوي شوي. الواحد يبي على الصبح. على الصبح؟ بياكل مشان تمشى. لا ما سوي صبح عندك أنت. وين المخلل؟ على فطور مخلل، على المخلل على الغداء. أنا هيك بحب أكل مخلل، أكل دائما شيء. أصلا ما بقي عنا، ما عم لحق لك. ما صفي؟ شو عم تعملي طول النهار؟ ما تكبسي لك شوية مخلل؟ ذكرتني بدك تجيب لنا جره كبيره مشان اكبس لك فيها مخلل اللي عنا صغيره. لك حاجه تقلي لنا اشتري لنا واشتري لنا مشان الله. تاني شيء عندي زياره لابو سطيف مرضان، بدي اخذ له هديه بكمت ليك. صحيح الهديه جيب له اياها بكمت ليك. ولك حاج تاكل انت شي ميت متليك. وكلي الله مو لهالدرجه مريض كمان. شارد شارد شلون هالناس ما عاد عندها طول اثبال؟ ليش خير شو صاير؟ بعد ما اشتريت الجره من عند ابو حاتم صارت قصه بتحط العقل بالكف. خير خير. شفت لك شابين يبدو بيعرفوا بعضهم. الاول عم يسال الثاني، قال له الحب نعمه من عند الله ولا حرام؟ قال له لا الحب نعمه من عند الله. قام جا قال له الثاني للاولاني، ليش انت بتحب؟ قام جاوب الاولاني معلوم. رجع قال له الثاني مين؟ قام قال له الأولاني أخته. كان أسلوبه حلو الله يرحمه. يا ليش مات؟ معلوم صار بالتربة. هيك شغلة خطرت ببالي. شو هي؟ أبو حدو هلأ تخيل حالك أنت بقلب الغوطة. هاي تخيلت حالي بقلب الغوطة. وتخيل كمان أنه شعلت النار بكل الاتجاهات. كمان تخيلت أنه شعلت النار بكل الاتجاهات. وتخيل كمان أنك أنت محصور بالنص، شلون بدك تهرب؟ عادي بوقف التخيل، تضربي أنت وهالمسخرة. هروب يا حمار، هروب يا حمار، هروب يا حمار، هروب يا حمار، هروب يا حمار. أبو حدا بسم الله الرحمن الرحيم. أبو حدا شو عم تحلم فيلم رعب حتى عم تقول هروب يا حمار هروب يا حمار؟ لا عم بحلم يوم عرسنا. انام لك يا حمار. هلا جاي لك جاي لك اترك من ايدك يا ابن ارحى كده بس نشوفه. اي لك شو صار بالاكل يا زوزية؟ ليش هيك صايرة حركتك بطيئة؟ بالفعل يا ابي صايرة امي بطيئة. لك ولا انت ما بتحكي هيك عن امك، انا بس بحكي فهمان؟ يا ابني ما عم بحكي عن امي شي، بس صار نص ساعة قاعدين ما كان يجي الفطور. مع اني اول ما تجوزت كانت نشيطة. يا بي قد ايه عمر امي؟ شو بعرفني صار لها زمان والله عندي. ايه هيك يا بي بدي اياك تشد همتك تطلع الاول على الكتاب مشان ارجع جوزك. ايه ايه ان شاء الله يا بي ان شاء الله. شو مو عاجبك الكلام ولا؟ إيه لا يا ابي عاجبني بس بدي اقضي حياتي كلها بالكتاب. إيه لا ما بتقضي حياتك كلها بالكتاب، شد همتك تنجح وتخلص. يا ابي ايه والله ما عم افهم شيء من الفروض اللي عم يعطيني اياها شيخ الكتاب. ايه ركز بتفهم. اعطانا فرض اروح له بالبيت، شو اسرع ثلاث حيوانات بالعالم؟ ايه بسيطة. شلون بسيطة يا ابي شلون؟ عندك الفهد والنمر اسرع حيوانين. ايه والحيوان الثالث؟ الحيوان الثالث؟ واحد مثلك راسب ابوه عم يلحقه، وان شاء الله هذا المشهد رح تشوفه قريبا. شو ابو سطيف شايفك شارد؟ مو على بعضك. هات لنشوف شو القصة. لك شو في يحكي؟
ايه والله مهموم شوية. لا تكون مشكلة عائلية. لا ما دخل العيلة. لانه اذا مشكلة عائلية يعني انا ما فيني اتدخل، انت بتعرف، لكن شو المشكلة؟ هذا يا سيدي وانا جاي من البيت على القهوة، جماعة المتحف طلبوا مني كاستين شاي. اجينا على القهوة قلنا لا سعدوا الله يرضى عليك، ساوي لهم كاستين شاي وبعثوا على المتحف. حلوة. وهو فايت، سعدوا يعطيهم كاستين الشاي. بيقوم بيطلب مزهريه بيوقعها بيكسرها. اي وقعها ويكسرها، ليش انت مهموم لهالدرجه؟ لك شو مهموم مو مهموم، الله لي ذوقك اللي ضايقه، اجوا لعندي قالوا لي هي المزهريه مدري من اي قرن من على زمان الفراعنه، يعني مدري قديش بدهم ياخذوا مني حقها. ايام الفراعنه معناتها قديمه كثير، بده يطلع حقها، منيح اللي مو كاسر مزهريه جديده. يلا الله يجعلك بالمصايب سيدو، يعني كمان هو الحق عليه، يعني فايت على المتحف يمشي مشية الزلحفة، ضروري نط مثل الأرنب. صحيح على سيرة الزلحفة، صحيح أبو حدو إنه الزلحفة بتتنفس، أنت أكبر قدر من مؤخرتها. ومين الفاضي هذا اللي اكتشف المعلومة؟ وشو بيعرفني أنا هيك اسمعها؟ معناها التحميلة بيعطوها إياها بتما؟ لا ما بعرف يعني أنا شو بعرف شو بعمل؟ والله شو، لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شبك معصب، تعال قلك إذا بتريدي روحي من وشي أحسن ما أنشر عرضك على بيرق هلأ. أبو حدة شو عم تقول؟ ولا شي، وهي بوسة من شواربك. بس يا مرة والله أنا مزعوج. طب تعال احكي لي ليش مزعوج. لك أنا كتير بحب الحارة وأهل الحارة. كلنا منحب الحارة ومنحب بعضنا، وأنا ربيان بالحارة وأجدادي وأجداد أجدادي بالحارة، يعني شروشنا بهالحارة والناس كانت تحب بعضها، بس هالناس بهالأيام ما عم بعرف شو عم يصير له، لا كله بيكره بعضه صاير. وبيني بينك أنا أخلاقي صارت براس مناخيري، يعني اللي بيغلط معي بدي سبه وأنا زلمي خرطي، ماني عارفان شو بدي أعمل. أنت بس حدا يضايقك أو يزعجك عد للعشرة. لك ما هي مصيبة تاني، أنا سرت فيك ما معي، يعني ما بعرف عد للعشرة. خلص سبه إذا هيك بترتاح. ولك انا روح قلبي اذا واحد غلط معي يسبه، بس ما بدي اعلم مع الزلم، تاني شي ما حلو يقولوا خرطي وعم يسب كمان ولسانه متبري منه، وخايف شي نهار اذا سبيت شي واحد مسبه روح روحه فيها. لك متخيلي توصل للزعيم شو بدي اعمل فيني؟ شو بدي اعمل لك يا محدو؟ انا عندي حل. شو هو؟ شي نهار بتكون فاضي بتروح على الغوطه وبتحفر جوره كبيره. ايه وشو بعمل بالجوره؟ تقعد وبتنفس وبتطلع كل شيء بقلبك، مسبات وبهادل وخناق كله وين؟ بقلب هالجورة، وبعدين بتتمرها هيك بترتاح. والله جبتيها يا زوزية. ايه والله. وهيك منه إذا واحد سبني بقول له لك واحدة من الجورة.